الخطيب لقطاع الناشئين، كان في زياره في بدايه الموسم، في زياره في ابتدائي الموسم مع المدربين والاداريين، وكان في زياره مع الفرق يعني، وكان في زياره ثانيه، ودي الزياره الثالثه او الرابعه على ما اعتقد. ودي حاجه انا بشوفها حاجه ملموسه جميله من الكابتن محمود الخطيب. والكابتن محمود الخطيب على فكره في الاجتماع الاخير ده مع الاولاد اتكلم في حاجه مهمه جدا، يعني اهتم بموضوع الدراسه، يعني مهمه جدا يهتم بموضوع الدراسه، ولازم تذاكروا ولازم تبقوا متفوقين في المدرسه زي ما انتم متفوقين في الكوره، لازم في المدرسه. كانت نقطه مهمه جدا، حتى انا كنت مبسوط جدا ان بعد عن الكوره واتكلم في حته المذاكره، وحته لازم يبقوا الولاد مهتمين بالمذاكره مش كوره بس، لا لازم مذاكره ولازم سلوك ولازم اخلاق ولازم يبقى في نظام غذائي زي ما الدكتور محمد قال، وكل هذه الامور اذا كان في حاجه كويسه. شخصيه النادي الاهلي، انك شخصيه النادي الاهلي كولد صغير ازاي تتربى ان يبقى عندك الشخصيه والروح القياديه دي في النادي، وكلمهم في الروح وكلمهم في الالتزام وكلمهم في التيشيرت الاحمر. انا لبست التيشيرت الاحمر يعني انت خلاص دخلت منظومه النادي الاهلي، روح واداء وكل والتزام وسلوك وكل شيء. تمام كابتن جمال، عايز بقى اتكلم معاك على نظام البطوله، وانت بقى المدير الفني وبتدير الماتشات.